طبعا اتعمد اني اجيب الشباب هنا بحيث انه يقدر يعبر مشاعره، ولكن هو يطبخ يكون ما يقدر انه يعطيكم من القلب. سلطان يا مرحبا، حضورك مختلف على الشاشه، ما زال عندك الكثير والكثير تقدمه بالبرنامج، واثقين فيك. اطلق عفويتك وعيش واقعيتك على اكمل وجه، واحرص على حضور الفقرات كلها. تمنياتنا لك بكل التوفيق، ولا تنسى وراك جمهور، استمتع بقصايدك، لا تبخل علينا. على خشم، الله بالخير ان شاء الله، تبشر بالجنه كل خير. ما دام انهم قال لا تبخل علينا بالقصايد، الان اعطهم شيء. على خشم ايش اقول؟ لا تعبتوا يا رفاقه ولا انتوا جميع، متعبين اعماركم غير في شذب الظهر، من رضاه رجل مهونه ترى ما ذب يعلمه، من حث نفسه على غيظ القهر، الكرامه غير وعذره على عود شجيع، تبغي الحره المعرب لو تسوق المهر. سلامتك. طبعا شيء ما تعرفون، الشباب ما شاء الله متغدين، شايفهم عند البوابه. لا تعلم احد، اسكت، احنا تعبانين وجوعين. تعبانين؟ قد شرف النعمة من برا، وعليكم بألف عافية. الله يحفظك. يا رب السلطان ما يجيب العلقة.